هذا ديجا كدير يشعل ممكن يخرج من بلاصتو وانت ما تفيقش بيا. هاك شوف ديجا راه تعبان خلاص وفوق هذا الكل خيوان يا ربي. ارتدت مديرية الحماية المدني لولاية تبسة المشاركة في حملة تحسيسية ووضع برنامج يزور العديد من التجمعات السكنية المستفيدة حديثا من السكنات والأحياء القديمة، قصد تقديم لهم نصائح وإرشادات حول استعمال واستغلال الغاز ومراقبة خاصة الأجهزة التدفئة وسخانات الماء وكيفية تركيبهم وتقديم لهم جميع النصائح لحماية الأرواح.